النهارده عيب عيب بقول له راجع تاريخ الزمالك قبل ما تتكلم عليه، بس ده معلش يعني ما تزعلوش مني. عيب ان المدير الفني بتاع منتخب المغرب ان هو يقول الكلام ده. عيب ايه نادي التصريح؟ الزمالك. عايز اشوف التصريح بتاع الكابتن حسين عموده. ممكن يكون ده بالاتفاق، او ده برضو ما لا نقدرش لا نخش لا في ما النوايا اعتقدش مع والله. اشرف بن شرقي في ظل لا ان هو ما لا جددش عقده. لا لا انت دايما عندك نظريه المؤامره. مع ازاي طالع بتقول كده وتقول ان هو عايز يروح نادي اكبر من نادي الزمالك، في حين ان انت بتتكلم اصلا هو ما كانش باين مع الفرق التانية راح لعب. معلش تصريح فيه عدم احترام للزمالك. بالنسبة للأشرف، أشرف مشرقي، مع الأسف أنه لم يكن متواجد معنا في آخر يعني تربص اللي لعبناه من خلال مقابلة البحرين وسنغافورة، نظرا لأنه يعني المدرب الوحيد كان محتاجه في آنذاك أنه يعطيه واحد الفرصة مع المنتخب الأول. ولكن أنا تنظن أنه مشرقي قطع أشواط يعني منذ التواجد ديالو في الوداد، وكان آنذاك البطل، وأنا كنت متواجد يعني بديك الشامبيونز ليغ الإفريقية مع الوداد 2017. تنظن انه متجاوز هذه المرحله، بالعكس يمكن هذه البطوله هذه تكون عنده فرصه على انه يفتح لنفسه افاق اخرى ديال الانتقال يعني للانديه يمكن اكثر تميزا من نادي الزمالك، ولو انه نادي الزمالك انا كنعتبره والكل تعتبر على انه النادي هو من الانديه الكبيره يعني في افريقيا، واللي كتنافس دائما يعني لا على البطولات المحليه ولا الافريقيه. تنتمنى له كل الخير، وكنتمنى انه يعني ذهنيا على انه يكون مركز، لانه من خلال يمكن المشاركه ديالو والظهور ديالو مع المنتخب غادي يعطيه يمكن قوه اخرى، وغادي يظهروا واحد الوجه اللي هو يعني اكثر من جيد ان شاء الله. مدرب المغرب اللي بيتكلم على اشرف بن شرقي لاعب ايه نادي التصريح؟ الزمالك. عايز اشوف التصريح بتاع الكابتن حسين عموده. يعني التصريح هو كان قاله الراديو مارس المغربي ومنقول في كل الصحف او المواقع المصريه، بيقول ان كاس العرب فرصه بن شرقي للانتقال لانديه اكبر تميزا من الزمالك. ايه بس قال الخبر كده بس ولا كمله؟ كمل قال ان الزمالك نادي كبير بس هو عايز يروح نادي اكبر. يمكن انا الكلام ده مش منطقي بالنسبه لي وغير مقنع، معلش مع احترامي لكلامه، ولكن مع احترامي اشرف بن شرقي راح لعب في فرنسا وفشل، راح لعب في الدوري السعودي مع اكبر الانديه نادي الهلال وفشل، ولما رجع نادي الزمالك اشرف بن شرقي نور وظهر تاني واستدعي تاني لمنتخب المغرب. انت ازاي طالع بتقول كده وتقول ان هو عايز يروح نادي اكبر من نادي الزمالك، في حين ان انت بتتكلم اصلا هو ما كانش باين مع الفرق التانية، راح لعب في فرنسا وفشل، راح لعب في السعوديه وفشل، ورجع الزمالك، الزمالك نوره، رجعه خد بطولات، رجعه لعب في دوري ابطال افريقيا ووصل فاينل، ووصله ان هو بيلعب في بطوله السوبر الافريقي مع الزمالك، الزمالك وصل السوبر الافريقي بدون اشرف بن شرقي، ولعب معاه اشرف بن شرقي وخد البطوله، فبالتالي الزمالك كبير، الزمالك تاني نادي واخد بطولات افريقيه بعد النادي الاهلي واخد 5 بطولات، فبالتالي ما ينفعش ان تصريح زي ده يطلع من مدرب منتخب، ده مدرب منتخب المغرب، مش انت طالع بتبرر ما يمكن ان يحدث لان انت رايح بمنتخب تاني او منتخب رديف، ان انت طالع تبرر ترمي على الدوري المصري. هو انا بص يا انا بتفق معاك ان تصريح غير موفق من الكابتن عموته، الكابتن حسن عموته، تصريح غير موفق، وممكن ان هو انا بقى بحط نفسي مكان المدرب. انت ممكن تقول الكلام ده للعيب ما بينك وما بينه مثلا، ان انت بتحفزه ان البطوله دي مثلا وانت عقدك بيخلص ان انت تروح مكان تاني، انما التصريح اللي هو قاله بالشكل ده حتى لو هو بعد كده قال ان الزمالك نادي كبير ومن اكبر الانديه في افريقيا، معلش تصريح فيه عدم احترام للزمالك. وهو الواضح ان الكابتن حسن عموته ما يعرفش قيمه الزمالك، ما يعرفش الزمالك كبير قد ايه، وما يعرفش ان كل اللعيبه اللي جت لعبت في نادي الزمالك الزمالك هو اللي عملها. زي ما انت بتقول النهارده بن شرقي، معلش لما راح نادي الهلال السعودي راح وكان بيلعب ماتش وماتش لا وماتش وكان بعد كده يخرج على سبيل الاعاره وراح فرنسا. انا على فكره بحب بن شرقي جدا، وبن شرقي لعيب فاد الزمالك بشكل كبير، لكن معلش يعني ما تزعلوش مني. عيب ان المدير الفني بتاع منتخب المغرب ان هو يقول الكلام ده، او المدرب، هو مش المدير الفني بتاع منتخب المغرب، هو مدير فني في البطوله دي يعني. هو لا، هو مدير فني للفريق الرديف. الفريق الرديف. الفريق الاول خليلوزيتش، الفريق المحلي يعني. الفريق المحلي في البطوله دي يعني. بالظبط. فهو فانا عيب ان هو يقول كده. انا شايف ان هو كلامه بيحاول يرمي ضغط على نادي الزمالك، ممكن يكون ده بالاتفاق او ده برضو ما نقدرش نخش في النوايا ما اعتقدش مع اشرف بن شرقي في ظل ان هو ما جددش عقده. لا لا انت دايما عندك نظريه المؤامره. معلش بقى حقي. طب هو تصريح منطقي؟ لا تصريح غير موفق، يبقى يفتح باب الشك. وانا بقول له يعني الكابتن حسن عموته مدرب كويس جدا وراجل يعني حتى كلاعب راجل صاحب تاريخ كبير، لكن هو لم يوفق في هذا التصريح. وبقول له لو ما كنتش تعرف تاريخ الزمالك راجع تاريخ الزمالك،
تاريخ الزمالك يعني الزمالك كان بوابه ايمانويل امونيكي ان هو يكون موجود في كاس العالم 94، كان بوابه ايمانويل امونيكي ان هو يروح سبورتنج لشبونه، كان بوابه احمد حسام ميدو ان هو يلعب في افريقيا يعني ماشي قول مثلا فرت صغار مش مشكله، لكن انا بقول لك على لعيبه كبيره، انا بكلمك كان بوابه لعيبه كتيره جدا، ان هي كان بوابه فرجاني ساسي ان هو يلعب اساسي في منتخب تونس، مش عايز اقول كلام كتير يعني، لكن سيف الدين الجزيري النهارده لعيب اساسي في منتخب تونس، حمزه المسلوسي، فالنهارده عيب بقول له راجع تاريخ الزمالك قبل ما تتكلم عليه. بس كان ليا تعقيب تحديدا النهارده يعني على تصريح الحسين عموته، حسين عموته برده مدرب منتخب المغرب، مدرب يعد من المدربين الكبار في القاره الافريقيه واللي لهم بصمه كبيره في القاره الافريقيه، ان هو بيتكلم على اشرف بن شرقي ان البطوله دي فرصه لاشرف بن شرقي انه ينتقل لنادي اكبر من الزمالك، او يعني قال كلام بنفس التعبير كده. بص هو ممكن تتاخد لموقفين، حسين عموت اعتقد كان مدرب الوداد، الوداد بالظبط لما كسب الاهلي في النهائي بالزبط 2017 بالزبط صح كده، بالظبط كان هو مدرب الوداد، حصل على بطوله افريقيا للانديه بره الدوري، فمدرب عنده خبرات، لو شايف ان البطوله العربيه دي وعقد اشرف بن شرقي بينتهي نادي اقوى بما معنى انه يطلع اوروبا، ممكن يعني ان هو مرحله اقوى في حياته العمريه او الكرويه يعني انه يطلع من القاره الافريقيه لاوروبا، فاتفق معاه مثلا ممكن يكون تصريح، لكن هو يروح نادي اقوى خليجي مثلا اعتقد مفيش اقوى من الدوري المصري والدوري السعودي على المستوى العربي. واشرف بن شرقي تحديدا اما 2017 تحديدا اسم اشرف بدا يتعرف بشكل كبير جدا، وخصوصا في مباراتين النهائيتين امام النادي الاهلي، خد خطوه في الخليج ما اثبتش نفسه فيها بشكل كبير، خطوته حتى في فرنسا فريق كبير على فكره مع الهلال، اكيد طبعا مع الهلال السعودي يعني بالظبط، خد بالك انت ما تاخد خطوه مع فريق كبير تفرق جامد معاك بالظبط، الخطوه اللي خدها بعد كده في الدوري الفرنسي برضو اشرف ما اثبتش نفسه فيها بشكل كبير جدا، لكن وجود في مع نادي الزمالك وعودته في القاره الافريقيه مره اخرى، نادي الزمالك رجع اشرف بن شرقي بشكل كبير جدا، اشرف بن شرقي النهارده متواجد مع منتخب المغرب محليين، اشرف بن شرقي متواجد مع منتخب المغرب الاول، رغم مدرب منتخب المغرب الاول كان لا يفضل ضم اللعيبه بتلعب في القاره الافريقيه. على فكره قالوا لي حسين عموته انه قال انه انا اكثر يروح نادي اكثر تميزا، لكن بيؤكد على قيمه نادي الزمالك ومن الفرق الكبرى في القاره السمراء وينافس دائما على البطولات. انا شايف ان هو خانه يعني حسين عموته خانه التعبير شويه، ان هو يتكلم يعني يتكلم بيقارن بالنادي او نادي ويقول ان النادي اكثر تميز من النادي الاخر. تفتكر البطوله العربيه دي ممكن يتابعها وكلاء؟ طبعا طبعا وكلاء في اوروبا اكيد اكيد فعلا كابتن، على اساس ان دول ابرز اللعيبه الموجوده في المنطقه العربيه يعني، اكيد الوكلاء في اوروبا كلهم بيتابعوا، اكيد الوكلاء يعني تحديدا في منطقه الخليج بيتابعوا بيشوفوا اللعيبه في النقطه دي، تحديدا سوق الانتقالات بيبقى سوق مميز جدا في الفتره الصيفيه وليست الفتره الشتويه، لكن اللاعب اللي بيبقى فري في الفتره يعني الشتويه بيتقال عليه مش اللاعب التوب، ما بيصنفش من اللعيبه الكبار، لكن اللاعب اللي بيبدا من شهر 6 بيكون عقده منتهي ده بيبقى من اللعيبه التوب اللي بتكون متواجده. يعني عدم يعني التركيز وعدم يعني الارتياح لانه ما عرفش المستقبل ديالو يعني في نهايه الموسم، ولكن انه التواجد ديالو مع المنتخب فرصه انه يفتح لي افريقيا كبيره مع انديه كبيره، والانديه الكبيره الافريقيه اللي هي موجوده في افريقيا منها الزمالك، يعني فاش نقلو كان الزمالك لانه كان قبل حتى ثلاث سنوات اربع سنوات انا كنت ممكن نكون مدرب ديال الزمالك، لو كان ما كانش عندي ظروف ربما كنت قلت مدرب ديال الزمالك بالعكس. انا حتى اللي كنت تكلمت مع ناس بوما قرابي على الاداره ديال الزمالك انا يعني اول في حياتي ولا قللت من اي نادي كيما غيكون يلعب في الماس او في الدول العربيه الاخرى يعني الشاحقه، بالعكس اليوم اشرف شرقي قام مقابله يعني في مستوى كجميع اللاعبين وكنتمنى له التوفيق. طبعا انا هذه سميتو الصوره اللي قد قال شرقي مع الزمالك تنظر ما كنت معاه حتى تشي معي كان مع الوداد لانه كنت مدري انا دابا باش حنا هذيك الشامبيونز ليغ اللي كان البطولات الافريقيه الانديه البطله وتالق اكثر مع نادي الزمالك، تنظر انه كجوع بالنسبه ليه في الزمالك كجوع هي ايجابيه.
تطوير الكره سواء الجزائر او النادي الاخر.